حاج عاطف منين يا حاج عاطف؟ المنوفيه؟ صح ده. نعم؟ اتفضل. انت منين في البحيره يا حاج عاطف؟ ما انا من مركز ابو حمص يا باشا. اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ يا باشمهندس. اتفضل. احنا حضرتك عندنا مشكله مدرسه تبع مركز ابو حمص، تبع البحيره مركز ابو حمص. وجرينا فوراك هيامن، وجبنا موزع من الطرق ومن الراي ومن حمايه الاراضي، وعملنا جت هيئه الابنيه ما شافت المكان عينته وخلصت المكان. فاحنا واقفين دلوقتي حضرتك على 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 جواب تخصيص بالقطعه من الاصلاح الزراعي من الدب. عايزين لجنه تطلع تقول القطعه ديت باربع قروش، واحنا بنعمله بندفعه ثمنه ونعمله مدرسة، لأن إحنا بينا أقرب مدرسة بينا وبينها بتاع بالظبط كده 6 كيلو 5 كيلو ونص. جواب التخصيص المفروض يجي لكم منين؟ نعم. جواب التخصيص عند مين؟ جواب التخصيص من نعم؟ جواب التخصيص ده بيطلع من الدج من القاهرة، من إصلاح الزراعة، من هيئة الإصلاح الزراعي. من الإصلاح الزراعي، فعند الدكتور حسن الفولي. يعني أنتوا كل الإجراءات والموافقات تمت، بس عايزين يتم تحديد قطعة الأرض، وأنتم بتقولوا إحنا جاهزين هندفع، هديكوا حقكم. إحنا جاهزين وهندفع. عايزين مدرسة. حاضر. هنكلم الدكتور حسن الفولي. أنتوا كده الطلب والورق كله موجود في الإصلاح الزراعي. أي كل حاجة موجودة ما عدا بس اللي تطلع لجنة تقول القطعة ديت بأربع قروش. أيوه. وإحنا جاهزين على الدفع على طول. بس القرش اتلغى من زمان، هو في حال القرش بيجيب حاجة دلوقتي؟ 4000 مثلا. لا ان شاء الله لازم يبقى عندكم مدرسه، ما هو ده من حقكم. والله احنا بنعاني جدا والله يا باشمهندس. طيب والله هرد عليك بس بشكرك عشان الحاج احمد ناخده بسرعه علشان ما يزعلش.